معكم أيمن كتان من جي بي مصر. النهاردة هنتكلم عن توزيع الشرايح. توزيع الشرايح بالنسبة لنا هيبقى ده خط العمود مع مقياس التوقف، وده بيبقى إن سي. بعد كده مغناطيس التبديل اللي هو هيتربط في كنترول فرم اس اي ال، وده هيبقى نورمال اوبن، يعني ده بيبقى مفتوح نقطة مفتوحة وده بيبقى نقطة مقفولة. التوزيع بتاعي هيبقى مغناطيس التوقف كل دور على نفس الليفل، هوقف كابين على نفس الليفل واحط شريحة قصاد مغناطيس التبديل، مغناطيس التوقف. الرمز بتاعي هنا هنتكلم على نموذج 4 أدوار. بعد كده التبديل، التبديل اللي هي نص المسافة ديت وهرفع فوق منها شوية. دي التوزيع بتاع شرايح المغناطيسات اللي موجودة عندنا في البيت. الشريحة دي بتقفل لي السليكتور، بتدي له نبضة. الشريحة دي بتفتح لي مغناطيس التوقف علشان يقف، ده في حالة ان هو شغال بطيء، لان في حالة ان هو شغال سريع مغناطيس التوقف ملوش اي علاقة بالدايرة خالص. مغناطيس التوقف ما بيدخلش في الدايرة معايا غير لما بيشتغل معايا بطيء بس. مغناطيس التبديل open، مغناطيس التوقف close. طيب ده كده انا عندي فيه مشكلة ان انا احط دول على انه ابعاد. الابعاد بتاعتي لو الحمولة بتاعتي كويسة، اللي هو ان المكنة بتاعتي كويسة، الحمولة او توزيع الحمولة ما بين التقل وما بين الكابينة كويس، يبقى انا ما عنديش سف في الفراغ خالص. يعني انا ده اول ما يقف عليه المغناطيس المفروض ان هو يقف في هامش عندي اللي هو بتاع 10 سنتي، اللي هو عبال ما يقرا ويدي الداتا فوق ويقف. هامش 10 سنتي دول المفروض ان الكابينه هتمشي فيهم 5 سنتي، ما بين ان هي تاخد الداتا وتقف وما بين ان هي الفرامل بتاعتي تاكد على الوقوع مهما كان الحمل موجود. طيب يبقى انا الفرق ما بين الدور والدور التاني هيبقى عندي ده ما بين 3 متر لما بين 2 متر 70 سنتي. ده المفروض الفرق ما بين دوت في الأدوار العادية، يعني أنا بتكلم في الأدوار العادية. هنقسم ده بالنص هيبقى عندي فيه 1.5 متر. لو أنا بتكلم في 3 متر، المتر ونص هنا ده المفروض ان هو هيبقى على البعد ما بين ده وما بين ده، هنتكلم تقريبا في حدود 1.20 متر، حاجة زي كده، ما بين 1.20 متر و30 سنتي. يبقى انا هسيب فرق ما بين ده وما بين ده ما بين 20 سنتي لغاية 40 سنتي، اكتر من كده مش هسيب، تمام؟ عشان يلحق ياخد المسافة البطيء بتاعته، يبقى المكنة عندي ما توقفش غير لما يكون هو وصل فعلا للبطيء بتاعه والمكنة عندي تبقى مرتاحة. بالنسبة للنزول المفروض برضو هيبقى نفس القصة، نفس المسافة اللي هي من هنا ده لغاية الشريحة ده كده، بنتكلم على قلنا من 1.20 متر لغاية 1.30 متر، ده الفرق ما بين الشريحة هنا وفرق برضو ما بين الشريحة دي والتوقف بتاعها. ده من 1.20 متر لغاية 1.30 متر، ده كده المسافة ديت لازم ان هي هتكون اخدت فيها مسافة البطيء مهما كانت سرعة المكنة، حتى لو المكنة المونتينة اللي هو سريع شوية الدير بوكس بتاعه الـ M73 الـ M73S ده برضو هيبقى هيقدر ان هو يشتغل معانا كويس. طيب
انا عندي الدور الارضي مش هقدر اظبطه بنفس الطريقه ولا الدور الاخير. الدور الارضي والدور الاخير الظبط بتاعتهم عن طريق السويتشات. يعني في هنا سويتش وفي في الدور الارضي في سويتش تاني. السويتشين دول بيبقوا نورمال كلوز تمام. السويتشات ديت بتتوصل من فوق، الفردتين بتوعها واحدة على السي او ام والفردة التانية هتبقى على اليو بي ال. بالنسبة اللي تحت هتبقى برضه على السي او ام والفردة التانية هتبقى على الدي ان ال. يبقى ده الداون ليفل، ده الاب ليفل. الاسانسير لو ما قراش الداون ليفل او الاب ليفل مش هياخد بطيء اصلا حتى لو عدى الشريحة. التبديل بتاع الدور الاخير او الدور الارضي هيبقى على السويتشات دي. يبقى انا كده اخدت اربع نقط موجودين عندي في الكنترول. عندي نهاية الطلوع، وعندي نهاية النزول، وعندي مغناطيس التوقف، وعندي مغناطيس التبديل. تمام؟ طيب يبقى انا عندي في نقطة مقفولة ونقطة تانية مقفولة مقفولة. ده بس اللي مفتوح عندي، مفيش حاجة عندي تاني مفتوح بالنسبة للمغناطيسات غير ده اللي هو التبديل، علشان يقدر ان هو يديني النبضة بتاعتي كعداد الادوار. طبعا احنا كنا زمان بنعمل الموضوع دوت على برمج يفضل يقرا، بس احنا دلوقتي بنتكلم على شغل الميكروبروسيسور. هيبقى كده التوزيعه ديت موجوده معاك في كل الكارتات المصري، انما مش الكارتات التركي. الكارتات التركي ليها توزيع تاني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. كلنا محتاجين معلومه.